ما بغيناش شي يلوح اللوم على شي كيف موقع في الأحداث ديال الحسيمة. الناس عندها مطالب عادلة، فالحزب كان موقفنا واضح من الأول، تفاعلنا مع توجيهات صاحب جلالة الله يصوب، وتجاوبنا مع مطالب المواطنين ومشينا لعندهم وسمعنا لهم ووصلنا العمل الميداني. وكنعاود نأكد، احنا ضد الركوب السياسي على مطالب المواطن البسيط، المغامرة وضد المغامرة بأمن واستقرار البلاد وإطارة الفتنة.